بسم الله والله أكبر، والصين ولا حول ولا قوة إلا شروق بالأفضل صنعتي الأكبر جل وشركتي جلاله وعظم سلطانه وعم نوال. المباركة ربنا ويقبلني أهلنا إلى ما هو أعظم من هذه الحال اللي هي خطوة الأولى نحو الانتصار والنصر. وعدتنا به وأنت لا تخلف الميعاد، تكون الهزيمة على أعدائنا ويكون النصر لنا خالصا بفضلك يا من تحب المخلصين لك. يقول ربي إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون. احنا سي لا بيورتي سيكسويل لا شاستوتي ستادير اون بريزيرف نو زانتيميتي. والذين هم لفروجهم حافظون الا على زواجهم، انا فروجنا ما تتلاقى على بصر ازواجنا لا غير، اما حد اخر لا. والا وهذا يزيدنا احنا تمتع بالجنس، خاطر الجنس لطيف، جنس عفيف، جنس شجعنا ربي عليه. وأتوا حرثكم ما شئتم، قاعدين تمتوا بطريقة ما تجيو تتخيلوها لأنكم عاجزون، لأنكم قاعدين تمارسوا في الرذيلة الجنسية وغير الجنسية المالية وغير والخطابية والمجر. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إنتم لفتوا الحدود اللي شرعها الله، كل واحد يرزق هاون والاخر عظم تقدير. وما تمش الكلب الخرني اللي كان ينادي البرقيبه ويحفز الناس للرجوع، يستغل حنينهم لرجوع البرقيبه، قال لهم هاني انا نعوض الى حين لعل انفرد عليكم نرفعكم معنوياتكم. فخاب وخاب من امن به وسل باش يتزعم حركه في طعن في ايه يوصيكم الله. وهذه قال الرئيس إن شاء الله يربي يبارك فيه، هذا سعيد قيس سعيد قال اللي يحب يعدل بين أبنائه يعدل في حياته، ما يعدلش بعد ما ماتوا بوصية غير ربانية. شوفوا الراجل كيفاش يتقن الكلام. وهذا ضيعة للكلاب اللي هما أعداء الإسلام. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأمانة معهدهم راعون، إحنا ماش نعتدي على الأمانات والعهود، ونار عبر التاريخ اللي يعتدي على العهود يأكل على رأسه ويخرج، يده على رأسه بعد ما كل على رأسه يخرج في سجون ويخرج في على نخيل معلق، يقاسي حر الشمس ويقاسي الاشتفال ديزيدراتاسيون ويقاسي تقول شو اسمه ليزالوشيناسيون، يتخيل كذا كذا اللي قاعد يعذب فيه هو نتيجة الحروق الشمسية وتأثير قلة الماء والأملاح على أعصابه المخية. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. احنا عمره ونفوس لتيمونياج نصوم دي بورتور دي فري تيمونياج بور كو لا فيريتي اكلات بور كو لا فوستي سوا باني سوا موديت اي لي جون كي فول لوتيليزي ا لور بروب دو لو بروب انتري. والذين هم على صلاتهم يحافظون، نرجو الحفاظ على الصلاة بالدوام، أولئك في جنات المكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني مهطعين مايلين بالهول اللي هما يعانوا فيه، عن اليمين وعن الشمال عزين، يلتقيوا حول النبي النبي عليه السلام الكريم عن يمين وشمال يحبوا اما يفتكوا به والا يحبوا يراو شو يقول، لانهم اللي قالوا قبل عذبهم وقضى مضاجعهم. والعمليه هذيك اللي فيها من ضربات قرانيه ومحمديه على سيدنا افضل الصلاه وازكى التسليم، قريش نالت ما نالت في دنيا بضربات قرانيه محمديه على سيدنا افضل الصلاه وازكى التسليم، وعيدها وعيدها. أيطمع كل امرئ منهم
أن يدخل جنة العيم أنت تكفر بالله وتكفر باليوم الحساب وبعد تتمنى الجنة في تنقل. وإحنا عنا الكلاب هذوما اللي في العالم الكربي متنقلين، قالك إحنا وطنيين ويخدموا في أعداء الوطن. كلا منو هنا خلقناهم مما يعلمون، يعني يعرفوا دورجين سيمينال. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. أسعدكم ولا تمكن الإسلام، وأنتم مشيتوا في الردام ومشيتوا في اللعنة وسوء المقام في قبور حفار من جهنم وبئس المصير. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقت يجيوا اليوم القيامة ويروا بالضبط مدى جهلهم بهذا اليوم، يوم خلود ويوم عذاب ليس كمثل عذاب، ومازال عذاب آخر حين يدخل جهنم وبئس المياد. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا رغم أنهم كأنهم إلى نصب يفيدون، كأنهم مقتلين. تجي فترة الأعياد ولا شدة في حياتهم اليومية، يتوجه كلهم بطريقة قطع الغنم من كما تقول موتون دو بانير، ويمشيوا لك النص هذاك يجبوا له يا ربنا يا لات يا عزة يا منات خفض علينا المصايب اللي نعني بها. اما ما يتوجهوش الا كيما التوانسة، يا فلان يا اف امي اعطينا يكرمك ربي ومن لعن وربيك الاف امي هذاك. هو بداته يعاني من يكونوا موش فاهم اللي بنوا شيون يخدموا به، ومجرد ما انا بيدك يخدموا به. ولهذا اللي قالوا الكلاب الكبار هم بنو صهيون قالوا لهم يعملوا به، ما يموش كل كان مسؤول، ما نيش محاسب. لا ستحاسب، ما تقوليش المسؤولية اللي الظاهرة تسقط المسؤولية اللي هي خفية. بل لا مسؤول مسؤول، تحب ولا تكرم، ما دابوا عندك عقل وما دابوا عندك حرية القول والفعل وعندك إرادة الإصلاح لنفسك فأنت مسؤول. أنت رفضت فرصة الإرادة الخيرة باش تبدل منهجك في التفكير ومنهجك في القول ومنهجك في العمل، كل على رأسك، لأنك رافض أن تتخذ هذه الفرصة دي متاع إرادة التغيير الإيجابي. أنت رفضتها، ما كل على رأسك. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم. أنا أتكلم فيكم كمعالجة، معالج قرآني، معالج مش تحليل فرويدي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ولا نصب يفيضون، خاشعة أبصارهم، ما عادش في الصمت يزون أرقار هقا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني هبط من كيانهم الذلة، لأنهم أهل حقارة كما كانوا في الدنيا مش يكونوا أشأم حقارة في الآخرة يوم الحساب. ذلك اليوم الذي كانوا يعدون، هذه صفات النيران، رحالهم كما وردت في كلام الله، ولا حد يجب يكذب ما قاله الله. فالله لا يقول إلا حقا، هو سيد يعرف ما يقول ويعرف كيف يبلغ وكيف يبشر وكيف ينذر. نسأل الله أن نكون من المبشرين المبشرين، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وخير عمين للمسلمين من أولهم إلى آخرهم. آمين يا ربنا يكرم.